على ضوء توجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، تم توفير لقاحات كوفيد-19 في جميع المراكز الصحية، وتقدم هذه اللقاحات من خلال كوادر صحية مؤهلة ومدربة على إعطائه. شهدت المراكز الصحية إقبال ملحوظ على هذه الخدمات، والأمر الذي يعكس مدى الثقة المجتمعية بالخدمات الوقائية اللي تقدمها مملكة البحرين للمواطنين والمقيمين. للحصول على هذه اللقاحات بالإمكان التسجيل عن طريق تطبيق مجتمع واعي أو عن طريق الرابط الإلكتروني للهيلث أليرت.